فاكتم إليه من الجيات المحيط جموع جمعا وأقبلوا زارفين العبرات مترقبين أسماع الكلمات فخاطبهم بهمة وهم ينطلقون منه الحكمة هتف عليهم بالعظات أن يصنعوا أسمار النعمة ويتوبوا عن فعل العصيان وأسلكوا المنهج القويم وتجنبوا طرق الطغيان غير مفتخرين بالسلف القديم فإنما الفخر لا بالآباء والعزم الرميم لأن الله قادر أن يقيم من الحجر بني الإبراهيم فالجموع خشعوا تعليمه واقتبلوا وعظوا بالتأييد وزعنوا حقا لتفاهمه وشرعوا يتلامسون التعميد المجد ليام الكل العظمة والتمجيد المجد وسط النار